هي عاصمة دولة اسكتلندا في المملكة المتحدة، وكانت تعتبر من أهم المراكز أثناء عصر التنوير، وصنفت اليونسكو كل من البلدة القديمة والبلدة الحديثة في إدنبرا ضمن موقع التراث العالمي سنة 1955، حيث يوجد أكثر من 4500 مبنى ضمن المدينة وحدها. وشكل القلاع والقصور القديمة في شوارع إدنبرا ملفت للنظر بسبب عراقتها وتاريخها الطويل، وكانت ردة فعل السياح لما زاروا المدينة قالوا إنهم حسوا كأنهم رجعوا بالزمن للعصور الوسطى. وتصميم الشوارع والبيوت في إدنبرا يوحي بشكل سلسلة أفلام هاري بوتر بسبب تشابه الشوارع والبيوت والحصون اللي ظهرت في أفلام هاري بوتر، حتى إن بعض السياح أطلقوا على المدينة اسم مدينة هاري بوتر. لو عجبك الفيديو اشترك على القناة ودعمنا بلايك.